بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الغسالة الأوتوماتيك اللي هي ال جي، اللي هي 15 كيلو 8 من 10، يعني يعتبر 16 كيلو. طبعا الغسالة دي فيها الدراي اللي هو المجفف، وفيها الستيم اللي هو غسيل بالبخار. هي ما شاء الله يعني غسالة كويسة جدا، فإن شاء الله نشرحها يكون شرح سهل وبسيط بإذن الله. طبعا دي البروجرامات بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ودي الموديل بتاعها، دي الاوبشنال بتاعت الغسالة، ودي الحلة بتاعتنا، بالنسبة لنظام التشغيل زي ما احنا اتفقنا. الكاوتش اللي تحت الكاوتشة كده ب 6 سم او 7 سم، او مثلا قبضة ايدي كده، بحيث قبضة ايدي مثلا غسيل حد جوه، من فوق فاضي بنحط هدوم من تحت زي ما احنا عايزين نقل ما نزيدش. تقريبا مثلا بتاع مثلا ايه تلتين الغساله هدوم والتلت فاضي، عشان الغساله تنضف معايا كويس وما بيأثرش على البلي بالسلب ولا الموتور، ما بيبقاش اجهاد على الموتور بتاع الغساله. يعني تلتين الغساله ملابس والتلت فاضي تنضف معايا كويس، ويبقى ايه حمل ايه مش عالي على الغساله. ده بالنسبه للناس بتاعتك. البطانيه الكبيره ممنوع، لحاف الفايبر الكبير برضه ممنوع، يبقى حمل على الغساله. ممكن البطانيه الصغيره بتاعت الاطفال او لحاف الفايبر بتاع الاطفال، ممكن احط فيها بطانيه مثلا بتاع مثلا كيلو ونص او 2 كيلو بكتير او ليه، لان 2 كيلو دول لما يجوا يشربوا ميه اصلا هيعدوا 20 كيلو، فيبقى طبعا هيبقى حمل لو انا عديت اكتر من كده. ممكن احط كوفرتايه كبيره ومعاها كوفرتايه صغيره، ممكن احط دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره، لكن ما ينفعش احط 2 كوفرتا كبار مع بعض، ما احطش برضه دفايتين 2 كبار مع بعض، حمل على الغسالة. دفايه كبيره ماشي ومعاها دفايه صغيره، كوفرتا كبيره ماشي ومعاها كوفرتا صغيره، ممكن احط دفايتين 2 وسط، ممكن احط 2 كوفرتا وسط. ده بالنسبه للملابس بتاعتنا. بالنسبه للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيره كلها، هنعمل ايه؟ بجيب كيسه بسوسته عامله زي شبكه الكوره، بحط فيها الشراب او المنديل. ليه؟ اثناء السرعه العاليه بتاعت الغساله ممكن الشراب او المنديل يخش ما بين الحله الاستانلس دي والجوان هنا، يعمل لي مشكله في الغساله، فيأثر طبعا، يعمل ممكن يعمل لي مشكله بالي، او ان هو يعمل لي مشكله في الموتور بتاع الغساله. فنخلي بالنا من موضوع ايه الكيسه دي، لازم نستخدمها، دي وقايه بالنسبه للغساله. ده بالنسبه للملابس. في عندي فلتر، الفلتر ده كل شهرين او كل 3 شهور بفك الفلتر ده شمال، اخرجه طبعا بره، انا مش عايز افكه دلوقتي عشان خاطر لو انا فكيته دلوقتي هيخرج ميه، نغرق المكان ميه، فبنفكه شمال نخرجه بره، ندور فيه دبوس اي غبار اي رصب ولا حاجه بنضفها كويس. وبعد ما افكه واجي اركبه، بركبه ايه يمين، واحاول ان السن وانا بركب الفلتر يكون السن سهل معايا عشان الفلتر ما يسربش ميه. وبعد كده اقوم قافل الباب بتاعي. ده بالنسبة لتنظيف الفلتر. بالنسبة لدرج المسحوق، بحط هنا 3 ارباع كمية المسحوق، وبحط هنا ربع كمية المسحوق، وبحط هنا الإضافات، داوني، معطر، ملين، أي إضافات أيا كان. 3 ارباع كمية المسحوق، ربع كمية المسحوق، هنا الإضافات. لما أجي أحط داوني ولا حاجة أحط نسبة خفيفة جدا، يعني مش عايز أقول نحط معلقة شاي صغيرة أو نص معلقة كمان، ونخفها قبل ما نحطها هنا. هيبقى ريحة الملابس أفضل من إن إحنا نحط كتير، لما بنحط كتير بيعجن ويديني بقع رمادي على الملابس. المسحوق برضه كتر المسحوق غلط، يعني احنا مثلا لو ست البيت بتحط كوباية مسحوق، لا أخطر حاجة، لا أنا أخليها نص كوباية مسحوق، أحط 3 ارباع نص كوباية المسحوق هنا، وربع نص كوباية المسحوق هنا، مش بكتر المسحوق هنضف الملابس. كتر المسحوق ده بيأثر بالسلب على الحلة الخارجية بتاعة الغسالة، ويعمل لي مشكلة بيلي، زائد إن كتر المسحوق بيعمل رغوة عالية، ممكن يضرب له البوردة أو يضرب له الموتور، فكتر المسحوق مش صح. انا احط تقريبا 3 ارباع نص الكوبايه هنا، او لو الهدوم بتاعتنا نظيفه او ممكن نحط ربع كوبايه بس، 3 ارباع ربع كوبايه هنا، وربع ربع كوبايه في الناحيه الايه اللي هي اليمين دي، والاضافات بحطها هنا. ده بالنسبه لمسحوق. ومن ناحيه ثانيه بنوفر كمان المسحوق. لو جيت اسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، بضغط على علامه الصبع ده اللي هي البوش ده، هي من تحت كده يخرج معايا درج المسحوق. الكلام ده كل مثلا ايه شهر برضه او كل شهرين اجي انضف الفلتر، انضف الدرج، اي اتساخات اي رواسب ولا حاجه بنضفها، ومن جوه برضه نفس القصه، واركب الدرج بتاعي. وخلي بالي كويس قوي من نقطه، ممكن احط المسحوق بتاعي يكون الميه عندي ضعيفه. لو الميه عندي ضعيفه وانا حاطط المسحوق هنا، الميه الضعيفه دي مش هتنزل المسحوق، ايه اللي هيحصل؟ المسحوق هيتبل ميه، هتيجي الميه تبقى قويه بعد كده، طبعا لما تبل ميه المسحوق ده هيجمد. لو الميه جت قويه بعد كده هتقوم منزلها لي المسحوق كتل، ممكن تقوم سده حلقه الوصل ما بين الدرج والحله، تعمل لي مشكله في المنطقه دي، تبدا الايه الغساله تجيب له ميه من قدام من هنا.
فطبعا دي اخطر حاجه ممكن تضرب لي اللوك بتاع الغساله. فنخلي بالنا من النقط دي، نقط بسيطه بس تعمل لنا مشاكل كبيره، فنخلي بالنا منها. بالنسبه لنظام التشغيل ده، مفتاح الطاقه اللي هو الباور، مجرد ضغطت عليه كده قالت الغساله. اول ما بتقدر الغساله جت على برنامج القطن اللي هو الرئيسي بتاع الغساله، لو ضغطت ستارت كده الغساله تسحب ميه، هتبدا تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها كده. اللوك بتاع الباب قفل اهو، كده الباب قفل، هتبدا تسحب ميه. هي دلوقتي هي بتظبط درجه حرارتها وعدد لفاتها وكل حاجه، هي مع نفسها تعمل كل حاجه لوحدها. طيب لو انا عايز برنامج تاني غير القطن اجيبه ازاي؟ الغساله مطفيه، بقيت الغساله ما بروحش عند ستارت اقول اوكي ده اكيد تشغيل، بقلب من الباك تك يمين او شمال جه القطن تاني كده. عندي ستين كير عنايه بالبقع، لو ملابس مثلا فيها بقع ولا حاجه شديده فبنستخدم ستين كير اللي هو عنايه بالبقع. في عندي بايو كير عنايه بملابس الاطفال زي نظام تعقيم كده لملابس الاطفال. عندي كده لايجين اللي هو ايه، اللي هو الغسيل المعقم برضه زي نظام تعقيم. في عندي ارج كير اللي هي عنايه بالحساسيه، ملابس المتصله بجلد الاطفال مباشره، هي الملابس الداخليه. توب كلين تنظيف الحوض، كل شهرين او كل 3 شهور بجيب ازازه تخلو صغيره او نص دي تخلي كبيره، واصبها في الدرج هنا، واقفل الدرج بتاعي واضغط استر، تبدا الغساله تسحب ميتها وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. ده نظام صيانه الغساله كل شهرين او كل 3 شهور، هي دوره ادخال بتديني اياها تي سي ال اللي هو التوب كلين اللي هو تنظيف الحوض. ده بالنسبه لتنظيف الحوض. في عندي هنا دوره التحميل دي اللي هو الرنس والسبين اللي هو الشطف والعصر. لو انا غاسل بره وعايز اعمل غسل شطف وعصر فقط بستخدم اللي هي دوره التحميل دي اللي هي رنس زائد سبين. لا دوره التحميل دي اللي هنحملها من على النت، ده رنس وسبن فوق. دوره التحميل اللي هي ايه دي هنحملها من عايز، لو انا عايز اعمل برنامج من على النت احملها من على النت، اتحكم انا فيه بايدي. في بقى كده عندي رنس زائد سبن اللي هو الشطف والعصر، لو انا غاسل بره وعايز اعمل غسل شطف وعصر فقط فبستخدم رنس زائد سبن. سبيد اللي هو السريع، تيشرتات، ملابس رياضيه، الحاجات البسيطه او الحاجات اللي مش متسخه قوي نسبه عرق ولا حاجه. الديوفيت اللي هو اللحاف بس هو لحاف الفايبر الصغير بتاع الاطفال او الكوفرتيات او الدفايات او مفرش السرير او ما شابه ذلك. ونخلي بالنا من ملحوظه، ما نحطش المكتات اللي هي الصغيره اللي هي ممكن لما نحطها في الغساله تفري في الغساله وتعمل لي مشاكل في الغساله، فنخلي بالنا من النقطه دي قوي. وده اللي حصل معايا في الغساله دي لما حطينا فيها مكته من اللي هو القماشه اللي بتفري، عملت لي ايه في الجوان هنا؟ عملت لي لحسه في الجوان هي الحمراء اللي احنا شايفينها دي، دي غلط، فنخلي بالنا من النقطه دي كويس قوي. في عندي بعد كده سبورت وير اللي هي الملابس الرياضيه، في الديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، اي حاجه ذات ملمس ناعم، وبعد كده القطن اللي هو الرئيس بتاع الغساله. طيب انا خدت برنامج القطن طبعا قالت تيتم ده اللي هو ايه، لو انا عايز افتح الغساله وهي شغاله، بس طبعا ما استخدموش لان اصلا الافضل اني ما استخدموش. ليه؟ لان الغساله وهي شغاله اكيد بيبقى في نقطه ميه ولا حاجه عند الباب هنا، اما اجي افتح الغساله النقطه اللي انا شايفها دي دلوقتي كده نقطه على نقطه من دي مع عوامل الطبيعه مع المدى البعيد تعمل لي بارومه هنا، فيفضل ما استخدمش الجزء ده اللي هو الاوبشن ده. في عندي بقى هنا الوش اللي هو الغسيل، جايب لي هنا الوش ايه نورمال اللي هو المعتاد او المتوسط، لو انا قمت عامل كده اداني الهيفي اللي هو التقيل اللي هو الشديد لو انا عايز الشديد، لو قمت عامل كده اداني بري ووش اللي هو الغسله المبدئيه او زي نظام ناقع، اداني كده بقى السك اللي هو الناقع المباشر لو انا عايزه، اداني بعد كده لغيت الغسيل خالص اداني اللايت اللي هو الغسيل الخفيف لو انا عايز غسيل ضعيف يعني الا احنا عايزينه بنختاره. في بعد كده عندي الرنس اللي هو الشطف، الشطف جاي هنا 3 شطفات، لو انا عايز 4 شطفات، لو انا عايز 5 شطفات، لو انا عايز الغي الشطف خالص، لو انا عايز شطفه واحده، شطفتين زي ما احنا عاوزين. في عندي هنا السبين اللي هو الدوران، هو جايب لي هنا الهيج اللي هو ايه اعلى اللي هو مش اللي هو قبل اللي هو العالي، لو انا متعامل كده اكسترا اللي هو تكثيف عالي جدا، لو انا قمت عامل كده لغيت التكييف خالص كده انا عملت لو اللي هو ده اقل من المنخفض، اكسترا لو اللي هو اقل من المنخفض، كده اللو اللي هو المنخفض تكثيف منخفض، كده الميد اللي هو المتوسط، وكده العالي وده العالي جدا زي ما انا عايز في التكثيف بختار. في بعد كده عندي التمبريتشر اللي هي درجه الحراره، هي درجه الحراره جايبه لي كام؟ 40 درجه، لو قمت عامل كده لو انا 60 درجه حراره، لو عايز كولد بارد خالص، لو عايز 30 زي ما انا عاوز. في عندي حاجه اسمها اللي هو النورمال دراي لو انا عايز تجفيف اهوت، ان الغساله تجفف الملابس نفسها تحتاج بس انها مثلا ايه تشفشف بس في البيت 10 دقائق ولا ربع ساعه وبعد كده تخش على الكي او على اللبس على طول، لو انا عايز مش عايزها ما بختارهاش ده اوبشن. في عند اكسترا دراي اعلى شويه في التجفيف،
في عند الطاقم دراي لو انا عايز نص ساعه تجفيف، لو انا عايز ساعه تجفيف، لو عايز ساعه ونص تجفيف، لو عايز ساعتين، ساعتين ونص، عايز الغي التكييف خالص برضو زي ما انا عايز. تربو وش اللي هو الغسيل السريع اهوت لو انا عايزه بختاره اوبشن برضو. في عندي هنا ديلي اند اللي هو تاجيل التشغيل. احنا مثلا وليكن هنشغل الغساله الساعه 10 بالليل، وليكن مثلا الدور هيبقى ساعتين، يعني معنى كده هتخلص الساعه 12 بالليل، هتفضل غسالة من اول الساعه 12 بالليل لحد تاني يوم الصبح الساعه 7 او الساعه 8. بالذات في الصيف هنيجي نخرج الملابس هلاقي الملابس ريحتها مش كويسه. في نقطه هتفيدني في الموضوع، حاجه اسمها التايم ديلي او دراسه دلوقتي تاجيل التشغيل. تقريبا كده مثلا هتناموا كام ساعه؟ تقريبا 8 ساعات 8 ساعات. الغساله قافل غسالتي، هقوم قايد باور واقوم جاي عند التايم ديلي، خدت برنامج القطن الرئيسي، اقول لها يا غساله احنا هننام، بسم الله، اقول لها احنا هننام 8 ساعات كده، 4 5 6 7 8 ساعات. لو ضغطت ستارت الغساله مش هتشتغل الا قبل الثمان ساعات بوقتها هي، يعني هي لو وقتها ساعتين هي الساعه 6 وانتم نايمين هتشتغل، الساعه 8 بتفتحوا عينيكم من هتلاقيها مخلصه معاكم، انتم مخلصين نوم هي مخلصه غسيل، نيجي نخرج الملابس هلاقي فريش مفيش اي مشكله. ده اللي هو التايم ديلي اللي هو تاجيل التشغيل. لو احنا في عمل، لو احنا في سفر، نفس القصه، هنفتح باب الشقه هتلاقي غساله الدني اند، هخرج الملابس هلاقي ريحتها كويسه مفيهاش اي مشاكل. في بعد كده عندي ريموت استطاع معايا اشغل الغساله عن طريق التليفون، دي يعني قيمتها مش قوي. ليه؟ لان عشان اشغل الغساله عن طريق التليفون لازم اجي ايدها بايدي الاول، فطبعا مش هعرف استخدمها من بره اللي اذا كنت حد ايدها لي الاول وانا وهو داخل البيت وانا اكون بره، ويكون في نت عند الغساله وانا معايا نت برضه بره، فدي يعني مجهده للعميل. في عندي ستيم اللي هو الغسيل بالبخار، لو انا عايز غسيل بالبخار بستخدمه. في برضه عندي باور ستارت تاكيد التشغيل، ومش عايز الاطفال تلعب في الغساله، يعني غبت باور وضغطت ستارت ومش عايز الاطفال تلعب في الغساله، فاقوم متك على ده اللي هي النورمال دراي، تكه طويله 3 4 ثواني بيديني السي ال اللي هو كلوز. كده الطفل مستحيل ان يعرف يعمل اي حاجه في الغساله الا حاجه واحده بس الطفل يقدر يعملها، ان هو يقوم طافي الغساله. هو الطفل في الغساله مش هيسكت لان وراه امسيكه، هيفكر انها لعبه فهيقوم قايل الغساله، بس هيجي يشغل الغساله مش هيعرف. انتوا نفسكم ما تيجوا تشغلوا الغساله مش هتعرفوا تشغلوا الغساله. عشان نشغل الغساله تاني نعمل ايه؟ بنفس الطريقه نيجي عند النورمال دراي دهيت، واقوم متك عليها تكه طويله، هيقوم لاغي السي ال اللي هو كلوز. كده اقدر اتحكم في الغساله زي ما انا عايز. اهم حاجه لازم نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه الغساله، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر اليوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين واقوم عامله كله في يوم واحد، ده اكبر غلط. اول باول هيبقى افضل واحسن. وبعد ما اخلص غسيل لازم اشيل الفيشه بتاعتي، عشان خاطر لو كهرباء جت عاليه، كهرباء جت ضعيفه، ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد، سنتين ثلاثه قدام مبقاش فيه مشكله. لو انا غاسل بره وشاطب بره وعايز الغساله تجفف بس، بقوم قايل باور قوم جاي عند النسبه لنا اهوت، وقوم متك اوكي. في خلال 12 دقيقه هتكون طارده الميه ومجايفه الحل. كده الباب قفل اهو، ده علامه اللوك الاحمر، ده علامه اللوك ان الباب قفل. كده تبدا تصرف الميه وتبدا تجفف. كده صوت الترومبه بدا يشتغل معايا اهوت. طبعا لو الكهرباء قطعت ولا حاجه والغساله شغاله والكهرباء جت بعدها هتكمل الدور عادي. كان زمان الغساله لما الكهرباء بتقطع هنرجع نجيب الدور من الاول، لا دي بتكمل عادي خالص. لو في عندكم اي استفسار قولوا، مفيش اي سؤال يا جماعه؟ لو في عندكم اي سؤال قولوا. لو الكهرباء قطعت اشيل الفيشه ولا تنزل يا ريت لو كهرباء لازم نشيل فيشه، عشان لو كهرباء جت عاليه كهرباء جت ضعيفه ما تاثرش بالسلب على البورده مع المدى البعيد. بس لما ارجع الفيشه تاني بعد ما نقول هتكمل عادي زي دلوقتي. انا هعمل حاجه دلوقتي، الغساله حالا دلوقتي انا عملت هي واقفه عند ايه دلوقتي؟ عند 11. ماشي، هقوم انا شايل الفيشه اهوت، تمام كده الكهرباء قطعت بالظبط. تمام، لو انا قمت عامل كده مركب هتكمل معايا الدور عادي. تمام كده بتكمل معايا الدور عادي خالص. لو انا بقى في حاجه تانية بقى، لو انا قمت عامل كده طفي الغساله بقى، يعني انا اجبرتها على الطفيان وقمت رايح ايد هاند ايد ترجع لاصلها تاني، عمرها ما تكمل الدور اللي كانت فيه. لكن الكهرباء لما بتقطع الغساله بتقول لك انت ما انتش عايزني، لان انت طفيتها بايدك انت، فانت كده مش عايزها، هتقول لك برضو انا مش عايزك مش هكمل لك الدور، ابدا من الاول. لكن لو الكهرباء قطعت يعني اكنك شايل فيشه، شايل فيشه اكن الكهرباء قطعت، لا ده العامل ده غصب عنه وهكمل له الدور عادي.
تمام. في اي يا جماعه استفسار اخر؟ ها في عندكم اي تعليق؟ ها عندكم اي استفسار؟ باور هنجيب سبين 23 ده على حاجه مثلا في وقت التكثيف، اقل حاجه 12، هو اقل حاجه 12. طيب هنعمل تيست مده الغسالة عشان اطمنكم عليها كلها برضو. تيست بسم الله كده، التيست مود بتاع الغساله هبدا اختبر بقى درجه بدرجه كده، كل تكه بختبر جزء من الغساله معين. ده كده التيست مود. الباب كده قفل. فيها ترمبة التحليق، سرعة الغسالة، الموتور. بدأت تاخد سرعة أعلى، اتفضل. بس يا بشمهندس، شايف الجوان اللي بيبقى جوه اللي انا بمد ايدي بمسحه من الميه ده؟ ده بيبقى فيه بقى ايه، رواسب زي طين. ماشي، ده بقى حله ايه بقى؟ حله بقماشه برضه منضفين، بس بالخل، بالله خل. خل؟ دي بتبقى بكتيريا. ده لا مؤاخذه، شفت ما هو الطين ده من عندكم، الطين ده من عندكم. والهدوم، ايوه من الهدوم. يبقى احنا هنعمل ايه؟ المفروض بتطرد، مش تاخد كل ده؟ بس ده بيبقى في لا، في حاجات بترصد في الجوان. اللي بيرصد في الجوان ده انا حله عندي عشان يبقى الدنيا مظبوطه قوي، اقوم جايب القماشه بايلها خل واطوق بيها خل، اطوق القماشه، اطوق والخل، عشان الخل اصلا بيقتل البكتيريا. ماشي، فلو انا عملت كده تبقى الدنيا زي الفل، ولو ما كنا حتى ما بقاش في ريحه. يعني لو انا سبت الجوان ده بدون ما اعمله كده بالخل، هتلاقي الغسيل اصلا ليه ريحه. بص بقى، لو انا كل غسله بفتحها وانشفها وانشف الجوان، مش اي مشكله عادي. ما تنشفوش، هي كده كده بتنشفه لوحدها، هي بتنشفه لوحدها مع تكييف الهدوم، لان الهدوم بتقلب اصلا، والهدوم بتوصل عند الجوان فبينشف. بس بيبقى في الجوان، في الحته اللي تحت ده، انا عندي بيبقى في زي مبلول. مفيش مشكله، ما بخلوش انا بقوم بقى ماسكه الفوطه دي. ده ميزه، دي ميزه انك تعملي كده، يبقى انت بتحافظي اكتر. ايوه ما بنشف، يعني ده مش غلط. لا مش غلط، ده 100 100. جايز. انت كده ما شاء الله تاخدي جايزه نوبل للغساله. اصل عماله تزعق لي بره، تقول لي لا ما تعمليش كده. لا ما تزعقلهاش، انت كده تقاضي معاها في المحاكم وانا هاجي اشهد معاك. ما تزعقلهاش، لو زعقت معاك تاني قولي لي وانا هاجي اشهد معاك قدام المستشار. كده بتاخد ميه. نعم، دوره، عايزين نعمل لها دوره غسيل. دوره غسيل لسه قايلها والله في الفيديو دلوقتي، انتوا بتعذبوني انا مش عارف. طب ما احنا يعني هقول لك، والله هقول لك. انا بخلص التيست بس عشان اطمنك على الغساله كلها تمام، يعني اعمل لك تيست ده كامل اهو. والله النهايه دوره النظافه اهي حضرتك، بقيت باور اهوت ماشي. واجي عند حاجه اسمها التوب كلين، اللي هو تنظيف الحوض. هو راح فين يا ولاد؟ توب كلين اهو، بقلب التوب كلين اهو تمام، واقوم ضاغط اوكي تاكد التشغيل. قوم جايب ازازه تخلو صغيره او نص تخلي كبيره وصبها في قلب الدرج، واقوم قافل الدرج بتاعي، وانا كده ضغطت ستارت اهي، تبدا الغساله تسحب ميتها وتغسل نفسها وتشطف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. يعني مش لازم السخان يبقى شغال؟ لا هي مع نفسها دوره، اصلها دوره، هي مهيئه نفسها اصلا، اللي جايب عليها اصلا، دي الشركه عاملاها كده. لا ده لما باجي اعملها بقى بعملها ازاي؟ بلف واخلي لك ما تلفيش. لا ما تلفيش ولا انا الف، انت هتلف البقره على التوب كلين. مكتوب التوب كلين، عارفه التوب كلين يعني ايه؟ يعني تنظيف الحوض. هي بتنظف مع نفسها، هي فاهمه هي بتعمل ايه. الغساله دي واعيه وناصحه وعارفه بتعمل ايه. ماشي ماشي. لا انا ما كنتش بقى بعمله كده. لا اعملي كده بقى، لا اعملي كده خلاص. خليك فاكر، خليك فاكر ايه، ما انا موجود كل اللي موجود في الفيديو. ماشي، شرح الغسالة كله متوفر على الفيديو. هل لديك أقوال أخرى؟ بتقول لك ملح ليمون ولا خل بس؟ خل بس، ملح ليمون في حالة واحدة، لو الهدوم طالع فيها شحومات، شحومات دهنيات. صدى؟ يبقى استخدمي ملح ليمون. بس هقول لك على حاجة حلوة في ملح ليمون بقى، حط معلقة ملح ليمون مع المسحوق، من ناحية بتنضف الهدوم ومن ناحية بتنضف الغسالة. معلقة ملح ليمون صغيرة مش كبيرة. المية من المية؟ المية مش حلوة. المية فيها رواس، هي فعلا ما بتجرب. المية وبعدين لما النور بيقطع والموتور يجي. هقول لكم حاجة حلوة للمية، هاتوا فلتر من مرحلة واحدة ركبوها على الحنفية.
وده احسن حاجه. يبقى انت ريحت دماغك من الميه خالص، ان كون الجماعه هنا او حضرتك انتوا الاثنين. يبقى عشان الشمعه بس، الشمعه الواحده. انا دايما بشوف الناس بتركب اللي هي الزرقاء، شمعه زرقاء، لا ده السباك او بتاع الفلاتر بيركبها تبقى زي الفل، مفيش اي مشكله. قال عليها قبل كده. هل لديكم اقوال اخرى؟ لا ماشي. يا ريت بقى ما تنسوش اللي استفاد من الفيديو، يا ريت يعمل لنا اشتراك وينشر الفيديو بحيث ان كل الناس تستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.